Just a few days before the end of the year 2013, the Lord gave us yet another opportunity to reach out to the Syrian refugees, and this time it was to the children. A Christmas event was organized by the Spring of Life Church and Ministries to host 300 refugee children from various parts of Lebanon. And once again, we were able to show Christ's love to these children and to fill their lives with the joy of the true message of Christmas. أهلا بي بابا نويل يلي واصل عنويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد واصل عالثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد أهلا بي بابا نويل يلي واصل عنويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد واصل عالثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد الليلي مبسوطين مش رح ننعد سهرانين رح منزين الشجرة اللي كل عيد يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل يلا خلي سرعة الغسلان تزيد نحن الليلي مبسوطين مش رح ننعد سهرانين رح منزين الشجرة اللي كل عيد يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل يلا خلي سرعة أهلا بي بابا نويل يلي واصل عنويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد واصل عالثلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد حتى يوزع هدايا